هذه الوادي وكيف أثر على هذه المناطق. هذه القرية أصبحت منكوبة والمزارع أصبحت منكوبة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه البيوت التي تم أخذها من الوادي بما فيها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. المنازل دمرت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن عبيدك يا رب. نحن عبيدك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شوف المي المي السلع تبر سيقل سيقسين المي حتى لا تصيب الا السيول ما والله ما عارف ريال. امتلت المجاري وامتلت الفرادة الاسماء وفرادة كل شيء. شوف هذا من المجاهدين. هذا الانسان مجاهد. شوفه من بداية المطر لحد الان مجاهد عند المنهول. لكن امتلت المناهل امتلت. مرة في التاريخ حصلهم سيدي عجز أمكرة تخور ودبابو ضاهي والله الله بس الناس الله يستر والله نصاب عباسي كده بزح ونصاب عباسي نصاب عباسي كده بتزهد الله دحنا مالك احنا طالعين فوق جنب بيت حافظ الرحيم وهو ضاهو في انا كده طال ام مسجد مسير يا رب يكفي يكفي يا ارحم الراحمين اسالك بس ما اكل حسنا وصفاتك الاولى خمس ساعات مطر يا رب غيرك لا هل هاي بالك الباطة اللهم اجعله نكاحا ولا تجعله عقيما ولا تجعله وبا يا ارحم الراحمين اللهم ارحم احنا برحمتك واغفر لنا بغفرانك واسكن احنا فسيح جناتك.